النهاردة الريسيبي بتاعتنا هتكون ازاي نعمل رز معمر. الاول بنحط لبن، كريمة طهي وفلفل، وطالما حطينا فلفل يبقى وراه ملح على طول، وبنحط معلقة صغيرة من جوز الطيب وبنقلبهم سوا في جار كده لوحدهم. بعد كده بنجيب طاجن فخار وبنحط فيه الرز وبننزل بالخلطة عليه اللي عملناها، وعلى الوش 3 مكعبات زبدة، وبندخله الفرن لمدة 45 دقيقة. بجد شكله وريحته يجننوا، جوسي كده، يا سلام. وبكده نكون خلصنا الريسيبي بتاعتنا النهاردة. اعملوها وقولولي رأيكم ايه، واستنوني في ريسيبي جديدة مع Food Today.